التعامل مع الديتس والتاريخ في البايثون قوي جدا وسهل جدا. خلينا الاول نقول له from date time بالشكل ده هوت import، تمام، import الديت والتايم والديت تايم بالشكل ده هوت عشان نبتدي ان احنا نقول البايثون انتربريتور يا بايثون انتربريتور روح استورد لي المكتبات ديت من البايثون ستاندرد لايبراري الاول عشان احنا نبتدي نشتغل عليها عشان هنحتاجها. تقدر برضو تعرف متغير اسمه توداي بالشكل ده هوت، توداي ده هوت هتقول له يساوي الديت دوت توداي، الميثود اللي اسمها توداي داخل الديت كلاس. بعد كده تقدر تقول له تطبع له توداي's date، توداي's date date as بالشكل ده هوت. وبعد كده تستدعي الفورمات ميثود، فورمات ميثود هتحط جواها ال today object ده هوت. لو جينا نعمل run هيقول لي فعلا today's date is 26/9/2013 بالشكل ده. لو انت عايز تطبع مكونات التاريخ بتاعك فهتقول له مثلا ايه print، تمام، day بالشكل ده هوت، month بالشكل ده هوت، و year بالشكل ده. وبعد كده تقول له دوت فورمات، تمام، والفورمات دي تحط فيها today دوت day بالشكل ده، تمام، و today دوت month برضو بالشكل ده، وهتقول له today دوت year. اللي ده يعمله لك انه هيجيب لك، خلي بالك انا توداي دوت يساوي الديت دوت توداي، تمام، فهيرجع لك الكومبوننتس بتاع التاريخ بتاعك الحالي. فانت ممكن انا ضغطت على الديباج غلط مش مهم، ف الدنيا باظت، تمام. لو جينا نعمل رام بس كده هيقول لي دي 26 مانث 9 يير 2013 بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دهوت. في حاجه كمان البايثون بتقدمها لي اللي هي اسمها ان انا اقدر اجيب رقم معين يقول لي احنا فين في الويك حاليا. وطبعا انت بتتبع الجريجوريان كالندر من حيث ان هي اول يوم عندهم هو الاثنين واخر يوم هو الحد، فالاثنين ده رقم صفر والحد رقم 6. تقدر تعمل حاجه زي كده عن طريق انك تستدعي الويك داي ميثود، هتقول له مثلا برنت بالشكل دوت، وبعدين توداي دوت توداي دوت ويك داي دوت ويك داي بالشكل دوت. لو جيت عملت ران هيقول لك النهارده 3، ده معناه ان النهارده الخميس في الجريجوريان كالندر او في الكالندر او الغربيه يعني. بنفس الطريقة اللي انت تقدر تتعامل بيها مع الديتس تقدر تتعامل مع التايم برضو. خلينا نشيل كل الكلام ده هوت علشان هنستخدم الديت تايم موديول. فتقول له today يساوي date time بالشكل ده هوت date time dot now. فانت لما تستدعي الناو ميثود ديت هتجيب لك التاريخ بالاضافة للوقت الحالي. تقدر برضو تطبع ال today ده هوت فتقول له current time and date as بالشكل ده هوت. وبعد كده تستخدم dot format method وتبصلها ال today object ده هوت. وبعد كده تبتدي تعمل run هيقول لك current time and date is 26/9/2013 ووقت كده بعدها، تمام، الساعة 2 وشوية يعني. طيب فرضا لو انا عايز التايم بس مش عايز الديت والتايم مع بعض، ده بسيطه جدا. انت تقدر تعملها عن طريق ان انت تستعمل تقول له برنت مثلا بالشكل ده هوت، وبعد كده تقول له ديت تايم دوت تايم بقى التايم ده هو الكونستراكتور بتاع الكلاس، هتبصلها ال التوداي اوبجكت نفسه. فالتوداي اوبجكت دوت فيه ديت تايم دوت ناو، ديت تايم دوت ناو كلها على بعضها بالديت والتايم. فانت هتدي لها الديت تايم دوت ناو، هتاخد الديت وتايم اوبجكت مع بعض وترجع لك ان هو تايم اوبجكت بس بالشكل دوت. لو جيت تعمل ران هيقول لك فعلا الوقت بتاعك بالشكل ده هوت. وديت الطريقة اللي تقدر تجيب منها التايم من الديت تايم اوبجكت. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن الويك داي فانكشن بس ما استعملناش، خلينا بقى نستعملها. هنقول له مثلا على سبيل المثال دلوقتي ان احنا هنعرف غير اسمه دايز، والدايز هوت هيحمل ليست فيه، وهنقول له اول واحد اسمه ماندي وتاني واحد اسمه تيوزداي، تالت واحد اسمه وينزداي بالشكل دوت. وبعد كده اقول له ثيرزداي، ثيرزداي، بعد كده اقول له فرايداي، بعد كده اقول له ساتر
آسف ساتر داي بالشكل دوت، وبعد كده هقول له ساندي اللي هو آخر يوم في الأسبوع عندهم. بعد كده هقول له معلش بس يجيبوا الاندنتيشن 4 بالظبط. بعد كده هبتدي ان انا اقول له ان احنا عايزين برنت the current day number is، وبعدين اقول له dot format بالشكل ده هوت، و day date time dot now dot dot weekday. تمام. ال weekday ديت هتجيب لي، او خلينا نحطها احسن في variable علشان تمام نسميه day number بالشكل ده هوت، وبعدين نحط فيه القيمة ديت. وبعد كده هقول له day number واقفل ال print function. بعد كده ابتدي ان انا اقول له print current day is بالشكل ده هوت، وبعدين اقول له dot format. تمام. وهقول له days sub day number بالشكل ده هوت. فكده اللي احنا عملناه ان احنا خلينا بس نجيب الدي نمبر ده على نفس الاندنتيشن ليفل عشان ما يعمليش مشاكل. اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا عملنا جبنا ديت دي نمبر، وبعد كده عملنا كونستراكشن لديز اري، وبعد كده قلنا له يعني رقم اليوم في الاسبوع، وبعد كده طبعنا اليوم المرادف له. فاحنا ممكن نعمل كده the current day number is 3، وقلت له كان دي الثيرزداي زي ما قلت لكم قبل كده ان هو الخميس. وديت كانت مقدمة على السريع كده وقت ازاي انت تستخدم الديتس والتايمز في البايثون. اتمنى اكون قدرت افيدكم. تابعوا معايا تشابتر 16. اشوفكم على خير الدرس.